الهدف الأساسي من الإجراءات الجديدة خاصة بالنسبة للوساطة في المجال الجزائي والأوامر الجزائية هو تخفيف الجدول في الجزائر، بحيث أن قاضي مكلف بالجنح خاصة عندما يدخل الجلسة يدخل بعدد قليل من القضايا، و 35% تم معالجته عن طريق الإجراء الجديد هو الأوامر الجزائية. الشيء الثاني هو يمكن القاضي من التعامل مع هذه الملفات خاصة في الجلسة بالهيبة الضرورية اللازمة التي يجب أن تعود للسلطة القضائية وللجلسات.